ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. وقبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا اللي هنعملها دلوقتي، اسمحوا لنا نقول لزميلنا أحمد رشاد، نقول له كل سنة وأنت طيب يا رشاد، عقبال مليون سنة يا رب، وإن شاء الله السنة الجاية نشوفك بقى، يعني ربنا يكرمك كده وتتجوز يبقى عندك أولاد، ومش نشوفك دايما كده على طول خارج لوحدك. كل سنة وأنت طيب. ناخد بقى كده إيه بايركس جميل، وهبدأ أجهز هنا وصفة جميلة سريعة. بص بصة كده على المحشي أهو بيغلي، يعني هياخد له ربع ساعة ولا حاجة على حسب طبعا درجة الحرارة، بس كده تمام يعني ياخد غلوته. هننزل مقادير بقى، وصفة لطيفة جدا هي كفتة الدجاج المشوية، وطبعا هستخدم اللية يا أستاذ إبراهيم عشان حضرتك ذكرت اللية، فاحنا عاملين لية مفرومة الحمد لله. شوفوا الجمال، تسلم إيدك. شفتوها؟ تمام. طيب دلوقتي بقى هنزل مقادير كفتة الدجاج. أنا عندي كيلو صدور دجاج، اللي عايز يعمل ميكس بين الوراك والصدور مفيش مشكلة. طيب عندي معلقتين كبار من البقدونس المفروم، عندي معلقتين ليا كبار مفرومين ناعم، عندي طفل بصلة، وطبعا مية البصل مش هرميها عشان هي اللي هصبع بيها أو هبصم بيها على الكفتة. معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار من الدقيق، دقيق أبيض أو دقيق شوفان اللي موجود. عندي السبع بهارات، عندي بهارات كفتة معلقة كبيرة. خلاص نسبة البهارات اللي بتبقى موجودة في السبع بهارات بتبقى في أنواع بهارات تانية موجودة في الكفتة مش موجودة في السبع بهارات، فاحنا بندعم بيها للي يحب. توم باودر، بابريكا وملح وفلفل، مية للتصبيع اللي هي مية البصل يعني، أسياخ خشب. الصوص اللي هندهن بيه، في ناس بتحب تحط مع مية البصل ده معلقة صلصة فتدي لون ورشة سكر، تدي لون للفراخ وهي في الفرن، وطبعا رشة ملح وفلفل ومعلقتين زيت زيتون. تعالوا نشوف كده هنبدأ ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فرمنا الفراخ مفرومة ناعم، وايه بما انها تبقى مشوية احنا كده اخدنا، بصوا مية البصل اهي، عشان انزل مية البصل دي لازم ارش رشة ملح على البصل نفسه واسيبه شوية، اسيبه شوية، ده كده الطفل صافي، بس اسيبها شوية علشان ايه تنزل الميه بتاعتها ربع ساعه كده، وبعدين ابدا اخد الايه الطفل ده البصل ده اخده اعصره كده كده اهو، شايفين حضراتكم، فينزل الميه بتاعه البصل اللي حضراتكم شايفينها دي، هو ده الطفل اللي انا عايزاه، مش عايز يبقى فيه ميه. طبعا مش هاخد كميه كبيره اهو، شايفين ازاي كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب يلا بينا نرد عليها. ام اسماء اهلا بيكي يا ام اسماء، انت اتصلتي بينا وسالتي سؤال دلوقتي حالا عن المحشي. اولا البتنجان الابيض لازم تنقيه يكون طازه وبيلمع، اهم حاجه لو مش عايزين البتنجان ده يدبل ويبقى الوانه وحشه ويبقى بيكشكش ويحصل له المشاكل الكتيره دي، لازم البتنجان يكون طازه لسه نازل بتغذيه بيلمع، تحطي ضفرك تعمل التك دي، دي اول حاجه. ثانيا انا ما بدحرجوش يا ام اسلام، لما تيجي تفضيه من فضلك اعمليه وهو زي ما هو، ما تدحرجيهوش على الرخامه، خديه على طول كده بالمقوار وطلعي اللي فيه وابدأي على طول اشتغلي على طول فيه، احشيه وحطيه، يقدر يعيش معاكي لتاني يوم لو انت عملتيه النهارده بالليل وهتعمليه بكره، يقعد معاكي للتلاجه لتاني يوم ويطلع سليم والواحده بوحدتها، ومش هيكشكش ومش هيسود ومش هيحصل له اي حاجه. خلاص بس اشتغلي فيه على طول، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليه بيكشكش، قصه ان احنا ندحرج علشان نعرف ازاي نقور. طيب طيب انا دلوقتي بقى هبدا اعمل ايه؟ هاخد كده بوله كبيره، اسمحوا لي اخلط فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كميه كده من الفراخ كده، هاخد عليها شويه من اللية كطعم، حبه كده اهو، شايفين ازاي، حبه صغيرين مش كتير، تدي بس تيست وطعم. خلاص وبعدين هاخد التوم الباودر، البهارات بقى بتاعتي كلها ماشي الكلام، والبابريكا وكل الحاجات اللي احنا عايزين نحطها، واهم حاجه التوابل بتاعه الكفته ماشي الكلام، رشه البيكنج باودر اللي قلنا عليها، خلي دول كده في جنب كده،
البقدونس، هناخد رشة الملح والفلفل، وهاخد الفلفل وهحط رشتين او معلقتين كبار من الدقيق وهقلب كده تقليبة حلوة علشان الفراخ اقدر اعمل ده كله في الكبة لو حضراتكم عايزين. انا بس طبعا اضطريت هنا ان انا افرم الفراخ تبقى جاهزة عشان ما تاخدش معايا وقت مع حضراتكم. معانا جوجو، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا يا جوجو، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا روح قلبي، اهلا وسهلا. وحشاني وحشاني والله يا عظيم. الله يسعد قلبك يا رب يا حبيبتي. تسلم ايدك والله، ربنا يصلح حالك. امين يا رب. وحالكم جميله والله يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب وما تحرم مني حاجه كبيره قوي يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب. تسلم يا رب. تسلمي لي. عايزه اعمل لانشون بالفراخ. ماشي، ايه رايك؟ طبعا يبقى قمر من ايديك الحلوين. عايزه اعمله في البيت عشان الولاد. طيب انا هنزل لك طريقته دلوقتي وهقول لك احنا عملناه، ويا ريت لو حبيتي تدخلي على اليوتيوب تشوفي الطريقه ادخلي وشوفيها. اوكي ماشي، وهنزل لك حالا مقاديره برده من عيني الاثنين. ربنا يصلح ما بين ايدك. امين يا رب. احنا وانتوا يا حبيبه قلبي. حبيبتي تسلمي يا زوز. جميله. الله يسعد قلبك يا رب. تسلمي لي. تسلمي. عايزاها بفراخ زوزو؟ عايزاها بفراخ يا نودي؟ عايزاها بفراخ. بصوا انا باخد بس كده من ميه البصل، بصوا كده المفروض بقى اسقع الخليط ده شويه. بصوا بقى ميه البصل دي هحط كده رشه سكر، رشه ملح، رشه فلفل، وهدي معلقه صلصه. واسمحوا لي انا هقلع الجلافز ده عشان البس واحد نظيف اعرف اشكل بيه وانا مستريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشيل بقى دول خلاص. حطينا رشه من بيكنج باودر زي ما عملنا فاكرين في كفته اللحمه قبل كده وظبطت وكانت جميله. وكانت كلمتنا مين؟ نهى من قطر ولا كانت مين يا نادى اللي قالت لنا بتعمل كده والطريقه دي عجبتها؟ كده بسيطه بس للون. خلاص هعمل كده. حد كان عجبه الطريقه اللي هي بتاعه البيكنج باودر اللي حطيناها مع الكفته، كفته اللحمه وقت ما عملناها. بصوا كده ميه البصل. في ناس بقى بدل الصلصه دي بتروح بشره طماطم ميه، الاثنين ينفعوا يبقوا روعه. خلاص مش فاكر هنا دي. ماشي هنقلب بقى ندوب السكر وكده. هاخد بقى هنا طفل البصلايه دي حبه صغيرين نن على الخليط اخر حاجه. خلاص بعد ما عصرته كويس وتمام، اللي عايز يحط بصل باودر ماشي. انا ما بكترش نسبه البصل على فكره. طيب اتفضلوا حبايب قلبي. معانا استاذ خالد، يا اهلا وسهلا استاذ خالد. اتفضلي. عايز يعرف المكرونه بالبشاميل؟ طب ممكن ننزل الطريقه وانا اقول لحضرتك حالا نعملها ازاي. اول المكرونه لازم نسلقها، هتاخد حوالي 8 دقائق ل 9 دقائق مكرونه القلم. وهنعمل كمان ما بننزلهاش مستويه 100%، يعني مش عشان هي مكرونه بالبشاميل فهنخليها معجنه، لا احنا عايزينها تستوي زي ما قلت لحضرتك بالشكل اللي انا بقوله لك ده. طيب هنصفيها، طبعا بيتحط معاها رشه ملح وشويه زيت وده بيبقى افضل ايا كان نوع المكرونه اللي حضرتك هتستخدمه. وبعدين بنبدا، شايفين ازاي اهي؟ وبعدين هنبدا نجهز اول حاجه البشاميل. البشاميل عندي لتر من اللبن، لو حضرتك هتستخدم كيس واحد من اكياس المكرونه اللي هو 350 جرام و 360 جرام. حلو الكلام؟ ليه؟ علشان اللتر عليه بيبقى مظبوط جدا. لتر لبن عايز تزود او تدعم بكوبايه من الكريمه ماشي. انا هاخد 3 معالق دقيق على 3 معالق زبده او سمنه، والزبده زي السمنه وقدها بالظبط. هشوحهم مع بعض على النار وبعدين هبدا انزل بلتر اللبن واقلب كويس جدا جدا، اقدر ادعم بيه شويه من الكريمه، كوبايه كريمه واحده بس، رشه ملح وفلفل جوز الطيب ورشه من السبع بهارات. خلاص قلبت الخليط بتاعي ده لحد ما بدا يتجانس، هتلاقيه خفيف شويه حضرتك ما تقلقش. هتجربه بظهر المعلقه، تشوف كده ظهر المعلقه حضرتك بصباعك بالنص، لقيت الطرفين ما جوش على بعض يبقى هو مظبوط، ان اول ما هتسيبه شويه يهدى هيتقل.
خلاص. طيب هناخد بقى نعمل العصاج، بصلايه مفرومه مع اللحمه المفرومه و خلينا ايه نكمل الاول عصاج. هناخد بصلايه وطبعا اللحمه نص كيلو مثلا من اللحمه او مثلا 300 جرام كافيين جدا، وحضرتك هتبدا ايه تشوحها على النار معاها بقى رشه الملح والفلفل والسبع بهارات، مش محتاجين يعني ايه حاجة من البهارات مع اللحمة، ممكن رشة خفيفة قوي من جوزة الطيب ورشة قرفة إذا حابب، مش حابب خلاص لحد ما اللحمة تتعص. في ناس بتحب العصاق زي ما أنا قلت لحضرتك، في ناس بتحب تضيف له طماطم أو معلقة صلصة تديله لون، بس اللي حضرتك تفضله اعمله. وهنبدأ ناخد المكرونة، هنخلط بجزء نص بس من كمية البشاميل مع المكرونة كلها ونسيب نص لوحده. المكرونه هنقسمها نصين، هناخد بايركس ندهن فيه مسحه زيت زيتون او زيت نباتي او سمنه ورشه من البقسماط، بقسماط عشان ما تلزقش مني المكرونه في قاع الايه، بقسماط كده كاننا بنعفرها خفيف وننفضها. وبعدين تحط نص كميه المكرونه تحت، النص الاكتر هو اللي بيبقى ناحيه تحت، النص الاخف شويه بيبقى فوق عشان نكمل بالبشاميل فتبقى كريمي مع حضرتك. تمام؟ وبعدين هنحط العصاق في النص وبعدين نكمل بالمكرونه اللي باقيه ونحط العصاق البشاميل اللي باقي. البشاميل اللي باقي بس اكسر فيه بيضايه واحده وحط عليها رشه ملح وفلفل، اضربها بره الاول ونزلها على خفيف على البشاميل واخلطهم مع بعض، وان شاء الله يعني تنول اعجاب حضرتك، هيبقى طعمها جميل باذن الله. معانا محمد، اهلا وسهلا. مساء الخير يا شيف عظيم. اهلا، مساء الخير على حضرتك، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك عامله ايه؟ بخير يا فندم الحمد لله. انا عندي 10 اطفال يا فندم وعندي خروف 10 كيلو، اعمل ازاي في البيت يا فندم؟ هقول لك حالا دلوقتي، حالا. عينيا يا استاذ محمد. بص احلى حاجه للضاني الثوم، الروزماري، الدبس الرمان، السبع بهارات، البصل والثوم. هنعمل كل دول وهنضربهم في الكبه، اللي لازم يتغرز فيه فصوص ثوم، لازم حضرتك تيجي من ناحيه جنب العظم كده تمسك الخروف من الناحيه دي، تغرز كده جنب حوالي 8 ل 10 فصوص من الناحيتين. خمسة وخمسة خلاص، ومع كل غرزة فيهم بالشوك بالسن السكينة هنحط الروزماري، روزماري فريش لأنه بيبقى ليه طعم جميل مع الضاني، هو مش محتاج حاجة، هو كفاية طعم اللحم. هنضرب بقى البصل والثوم وشوية السبع بهارات بتوعنا والملح والفلفل، واللي عايز يضيف معاهم شوية من دبس الرمان أو طماطمتين مبشورتين مفيش مشكلة في الكبة، وينزل يتصب الخليط ده جوه وبطنه وفي الجنبين ويتغلف بالورق الزبده وبعدين فوق الفويل ويدخل الفرن، ياخد الوقت بتاعه مع حضرتك، لازم الفرن يكون سخن قوي. ماشي الكلام؟ واتبعه. يتقلب على الناحيه الثانيه او يتقلب، ان شاء الله هيطلع روعه مع حضرتك، وكلمني قول لي طلع معاك عامل ازاي. دي احلى تتبيله للخرفان، لان الضاني ليه طعم مستقل بذاته، احنا مش عايزين نضغط عليه بالتوابل والايه والحاجات. بص لما ببصم بقى بالبصل بيبقى عامل ازاي. كفته دي من الحاجات الجميله قوي، عندكم جريل ماشي عندكم، بس مسكوها شويه يعني خلوها ايه تتماسك بس الخليط بتاعها عشان تبقى ساقعه. وانا مسخنه الفرن عندي هنا، لازم اقفل من فوق هنا اضم الاول ومن تحت برضو نقفل كده اهي. الكفتة دي برضو بتبقى جميلة ساعات في العزومات، والله بتبقى جميلة جدا من الأصناف الحلوة المحببة، يعني لازم يبقى فيه أصناف لحم وأصناف فيها فراخ للناس الضيوف اللي موجودة، في ناس بتحب اللحمة في ناس بتحب الفراخ، فالواحد لما بيحط في اعتباره ده الستيك ده ضعيف، بيبقى أفضل إن احنا نحط في اعتبارنا إن يبقى فيه لمحب اللحم والفراخ، يعني لازم يبقى فيه صنف كده وصنف كده. ماشي الكلام؟ الخروف ده تحته شويه رز بقى برياني يا استاذ محمد بالمكسرات، الدنيا هتبقى جميله جدا، مش محتاج حاجه معاه والله خالص. انا عايزه بس ايه اسحب دي كده، هي ناشفه عليا على ايدي بس، مش هنزل دي بس كده، خليني اجيب لها احسن بايركسيه تانيه معلش عشان ما ازنقهاش هنا اهي. بسم الله. بس دي هتتقسم برضو. كده.
وخلوا بالكم. بصوا اسياخ الشيش طاووق، بصوا في منها عامل ازاي، في منها عامل ازاي عشان انتوا بتشتروا، في منها تخين ازاي. وبعدين لو هتشوها على فحم انقعوا الاسياخ دي الخشب في ميه لمده ساعه عشان ما تتحرقش على النار بسهوله. خلاص في منها رفيع ازاي وفي منها تخين، جيبوا التخين ده، هو نفس السعر والله، بس ما اعرفش هو شركات بقى ولا ايه. اهو شايفين معانا دينا. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخه؟ اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. بتوحشينا والله بجد، يعني نستنى البرنامج يبقى اليوم كله والله. يا رب يسعد قلبك يا حبيبه قلبي، ده شرف ليا والله. وزينا بعتلك بوسه كبيره، ونفسها تغيب يوم بس عشان تكلمك. لا يا روح قلبي انا مش عايزاها تغيب يوم، انا عايزاها تبقى متفوقه. بوسيها لي كتير والله، كفايه تواصلك معايا وهي بتتواصل معايا على الواتساب، انا مبسوطه بيها يا حبيبتي. هي بتحب حضرتك جدا والله، ويعني معزتك في قلوبنا كبيره قوي. يا رب سعيدك يا دندونه يا جميله، وربنا يبارك لك فيها يا نور عيني يا رب، هي واخوها باذن الله. حبيبتي تسلمي. وبتقول لك الكفته تحفه بقى، يعني هي ريحه باينه من هنا على فكره، احنا شاملينها من زمان. يا نهار ابيض، انا باكل بكل جوارحي دلوقتي، بس انا ما باكلش ليا، فانا هسيبها لكم تاكلوها. لا انا بصي انا من دلوقتي نفسي ادوقها والله. تسلم يا حبيبتي. تسلمي يا عمري، تسلمي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق. انا حضرتك اموري، هي سلطه الجرجير بالرمان ممكن اضيف عليها اي مكسرات تعالي من عين جمل. عين جمل، عين جمل، تمام. عين جمل هيبقى روعه وجميل، تمام. خلاص هجربها ونبعتها لحضرتك في التطبيقات بتاعتنا بس كده. يلا وانا عارضها لكم على الشاشه بتاعه الاهلي. يلا حبيبتي احنا على فكره امبارح. الله يخليك، الله يبارك فيك يا روح قلبي، الله يبارك فيك يا عمري. تسلمي يا حبيبه عمري، في حفظ الله يا حبيبتي. بصوا بقى انا خلاص قفلت اهو الكفته بتاعتي، وتعالوا بقى ندخلها الفرن، مش هتاخد كتير وقت معانا. ونبص برضو على المحشي ان شاء الله ونقدمه مع بعض. هدي بس هنا رشة زيت زيتون خفيفة قوي كده، هي فيها ليا فاحنا مش محتاجين يعني نسبة دهون كتير. خلاص تعالوا بقى ندخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طبعا شغالة الشواية في نفس التوقيت، خلوا بالكم فوق وتحت، ماشي اهي. مش عارفة التاني هيجي جنبه ولا لا، ممكن يجي اعتقد عشان هو صغير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طيب هو ايه هيجي متشعلق بس شغال، هيشتغل برضه اهو. خلاص هنسيبهم بقى، انا معليه النار على 220 وشغال فوق وتحت. هنقفل وهنسيبهم شويه. بص بص اخيره على المحشي، خلاص هرفع، خلص تمام. بصوا بقى المحشي، ما تنسوش ان هو في التسويه دي. اوريكم بالسكينه، السكينه الرفيعه فين يا محمد؟ نشيلني دايما يا محمد والله. يا ابو حميد مش سايب لي حاجه الولد ده، مش سايب لي حالي. بصوا خلاص، بصوا المحشي استوى، استوى اهو، استوى. انا مش عايزه بقى المسه لان انا هسيبه هنا يهدى شويه. يا سلام بقى لو انتوا حاطين كمان شويه لوز. بصوا اللحمه المفرومه بس هدخلها جوه. لو انتوا حاطين شويه لوز صنوبر، عارفين بيتباع كمان في عند العطارين، بيبقى لوز رفيع قوي متكسر بيسموه لوز صنوبر، بديل للصنوبر، حطيتوه في الحشوه بيبقى جميل. عشان هي هتفضل سخنه لما هسيبها في الصوص ده هتفضل تسويه ليه، فانا مش عايزه اسويها 100% واسيبها في الصوص فتتهري، اجي امسكها الاقي الجلده بتقع مني، انا مش عايزه كده. خلاص انا بقى هستسمح حضراتكم عقبال ما ارتب الدنيا اللي حواليا دي وننظف المكان، هنستسمحكم في استراحه بسيطه، نبدا نقدم طبق تاني من المحشي ونشوف الكفته اخبارها ايه. نعمل صنف حلو جميل يحبوه الولاد، هو بتاع الشتاء. تعالوا كده نشوف هو ايه بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم.